الله يرحمك سيدي آه، نسيبي لازرق نقاء الله يرحمك هذا من دنيته الجنت هانو مات في بيت ربي طاهر دفنوه غادي على بلاصتو شوف الزنت سيدي عنده برشا فلوس في الدار مخليها ومعيشني في الفقر والميزيريا يكري فيها بالليله ها آه علي ربي اعجج توي يولي يكري ويميل راسه لا ما فيها باس، قرية بعد كالي هكاك تواتيش بعد عامين ثلاثة في كالي نخرج له صدقة حتى مية وخمسين ألف ما باش نعمل له يعطيه بعزاء، يا رحمك هذا آه نقول نقا- ولا حاج نقا- حاج نقا- هذاكا مات في بيت ربي خلي نطلب هذاكا صار أبويا أحمد ما قال لي عاد، أبوي ومقيد روحوا على التروكالر أحمد إي هي ألو، وابوي أحمد، عجاج عجاج، هاي هاكا. هاك الفيل اللي نتاع نتاع نسيبي الحاج النقار اللي يرحمه هاي ميت ميت يا رحمه هذاك ما مشى البيت ربي ميت غادي هان ودفنوه غادي ما طيب وباهي هو ها ما اسمع ما قالناش عليها الدار خلاص ها ودي عنده برشا رزق طلع ومشوا قالوا لي انت قبلت كريل وللجماعه منا ومن شنو هي حاجه النقار عامل شروط شنو هي الشروط؟ قال العائلات لا 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 الحديث هذاك وفيه معاه هو عزيب عايلات زبراتة صلاي على بعضه المهم مكري الراحة لينا وطي المنجل وكري نا هاني قاعد حتى على البيسين توي ها هاو قلت على بعضه شنو ما نحبش ترتاح ليلة خلاص فهمنا وما فيها باس بالله اللي يجي مش يكريها نقول له ديما نقول له يرحمك حاجة نقع على يرحم برا مريق هاي يبدأ تو من تو ودعك ادعك كاني معاك ادعك ادعك شمك في الباقي هاودي قلت لك معاك نيه هاودي ميت الراجل ميت الراجل وش بالموت الموت نيه نحكم تو عجيش اللي يحكم هاي هاي طيب ما تطولش معايا عاد الحديث باه باه يا رحمة يا شيخ استغفر يا شيخ كل عوض رب الفقر كل عوض رب الفلق استغفر الله العظيم قول عوض رب الناس شبيك شوف الشيطان هاودي فاش خذ عليه الفاليد والله فيك الخير يا جيش شنو؟ انا أه. 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 قال خويا مش ك... أه. حياج مش مت حياج ان شاء الله في راسك ان شاء الله في راسك وراس عدوك هاودي هابط ليك فكا... مفقودين قالوا ميت شكون ميت؟ هذيك انت قالوا ميت مت ليه مت؟ قالوا فقد الدحام يدزوا فيه وضربته السمش كيطلع فوق العرفات من الحال ضربته السمش ميت يا جيش <applause> من ناحيه مت موت يا جيش اقعد والله تكتب لي عمر جديد وكتبتك التطيس انت عم تطيش تدناه هاي اقعد اقعد اوه اقعد اوه هاي اوه خويا عفتوني يا جيش اه رفتوني أه. فكرني انا الشيطان قلت نرمي في الشيطان ما عرفت الضربه منين جتني من فوق وي بالحرام الشيطان كان انت ها وانت ترمي فيها هاي ليش ترمي فيا ليش ترمي فيا قلت ميت وقلت احنا منه او دي منسك من مناسك الحج هذا اه هي ما عليها انت لابس حي اخويا أه. شو نقول لك؟ أه. مانيش حي، حي ميت. تضربت لي ظهري من هنا عفتوني المخروقه هذه، عيني زرقوها لي هاك تشوف هاك عيني. صار فيك؟ أه. واحد خويا شرغمي هاي اللحيه نتاعه، ما قلت له شيء، قلت له حين عينيك. ما فريت الا نلقى عيني سيء. واش لازمك؟ واش لازمك؟ واش لازمك؟ خويا خويا خويا. نعرفوا بيت ربي ونحن كلنا نحبوا بيت ربي. خويا شعل؟ توني ما فهمتش حاجه هي. ما فهمتش يا اخي يمشي الحجاج ما يمشي الراجل كبير هي. هو نشوف فيهم غداك هاو العذروت هاي الركبه نتاعها هاو الكتف تف خير هذا ما يمشي للحج هي وانت اش عملت غادي قالوا لي ضاع قالوا لي غدا قالوا لي ميت في عرفات كيفاش رجعت ما عملت شيء خويا صار فيه شنو صار؟ صار فيه عجاج والله وجعتني ال 20 مليون ما وجعتنيش روحي تونس هذه معاها بعثين معانا واحد في الطياره مهندس يا والله ما فهمتش مهندس شنو مهندس مهندس نتاع حج ما تفهمش اوه يا ناري اسمه مرافق ويتسمى مرشد ديني مرشد ديني هذاك هو المرشد الديني ايه؟ حق نتاع ربي اه؟ هو من ناحيه مرشد مرشد يا خويا في الطياره وحدث فينا على الدين وعلى الاسلام اني اه. والله على مرتي شو لها رجعني سي ودي بالصوت الغرد آه. قلت هذا سيد ذنوب الكل تغفرت خويا بطنا من الطياره ضحنا ما كل واحد يا سيدي تعرف كل واحد يملس كما يظهر ما لقيتوش خلاص ها ودي نقول له هكا وقول لي هكا ني ما تسمعش ني ذاك هكا الفالح قال مرشد هذاك قال نمشي مرافق مع الحج يمشي يسلع هذاك يدبر في راس وراهم مش هذوك ما مستأنس وماشيين جايين ها وجاب يا مجبيب ها وجاب طريف ذهب ها وجاب طريف بخور يمشي يسلع يخدم على الروح، يا عجاج اتقي الله اتقي الله الناس ماشي بتربي باش تحج ويغفر لها الذنوب ها وجاك حج ضمن عليها نمشي الثانيه تمشي سبح وعرقية وتمشي هكا حصن الحصين ووكل مسك وكل من هاي تمشيش على عشان إحنا بعيد نحثو هذاك مشى معاكم قلت أنت مهندس هذاك هذاك سي الشياد اللي نعرفه مليح هذاك سي الشياد اللي وده وعنده بكنا, بكنا في الطيارة بكنا في الطيارة عندهم كان تشوف خوه الفرجاني هي هي يوم حنا خوه الفرجاني مش مش, مش مش معاكم أنتم مش مع جماعة أخرى جيل بيه نحب نعم. نفهم حاجة علاش هذه الأجانس اللي هزتنا ضربت ما لقيت ما تلقاهاش خلاص عولي عولي من من آه 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 ما باعوا لي باعوا لي هذه من حج من بيت ربي سيدي هذه جابها لي من بيت ربي هذه هاي ما نقولك دبروا في يا رسول الله خب الحج يدبروا فيروسهم روسهم هذه راهي بيت يا نعم كل شيء تاجروا فيها التوانسه وانت يمشوا توانسه الحجهم انت يمشوا قداش العمر يمشوا ولا في هذا هذاك هو ايه وش عمل كل شيء هو ربي سيدي ما لا نشوف فيهم غادي صغار هذا بكم عندهم الايمان من الصغرى عندهم التوبه النصوحه من الصغرى نحن ما يتوب كان بعد ما يلم تراكتور أه نتاع ذنوب والله, والله تحب الحق اني أه؟ غادي ملي أه؟ من اللي ضعت ونقول يا ريت سمعت كلام عجيب والباقي 20 مليون راه مشيت بنت الحال القهوه نتاع بايك الجيلاني غاديك وراك انت تخدم فيها مش هذا تدعي شر لا لا ما تخافش علي حاجة اما خير خدمت ثلاثه من نيت ولا اربعه من, من هاني حاجته وروحت راه وي حج هاني راني ما حاجاتش خويا تو قول لي عيط لك حاجه وما عيطتش باش ما عيطتش حاجه ما عيطتش حاجه كلمة حاج هذه حتى في النام أجمل من منين الحاج؟ هذه راني زعط راني زعط غادي، راني زعط ما عملتش شبتوا فيه، ما عفتوني، ما لقيتوا راقي، لا عرفت كيفاش نروح، ما عملت حتى شيء. ما لقيتهاش، ما عملت حتى شيء والله لا مات حت حتى هاي. ما ما عملت حتى شيء، حتى الصلاة غادي ما صليتش هاي. حاجة؟ حاجة برك عملتها ثلاثة أيام صايم، ما كليت حتى شيء غادي. وانت صايم عن نيه ولا في الظروف فرضت عليك الصيام؟ في الظروف في الظروف الظروف في الشر. لا العمر الازرق، باهي اسمعني ما فاتك شيء. انا آه. ماني في بالنا موت حقيقة ربي. ومشيت لك المحامي. هي. طلع لي البلاك نتاعك. نلقاك راقد عليها وما نسيبي الازرق بصراحة. تفضل راضيها هاك ما قلت لناش عليها. تحب تورثني لي بالحية؟ لا لا مش تورثني. قلت, قلت هاو عجاج ربي ومشى يوكل لي في التعطي وتدفي لي بالمية والواحد. لا لا جيت قلت هيك بالليلة هذه هم جايين جماعة تو. قلت لهم بالليلة. ليل شنو؟ هل يذكروا يعني فيها بالليلة؟ هذي تقول لي راني حاج راني مروح من الحج تأو ثابت راني 20 مليون طيشتهم هيا قلت له طيشتش حاج تو افضح افضحني افضح بيناتنا لا نرد بالك الحديث ما حاجة النقار نعيط الحاج ديما يا ودي ديما قدام العباد دي الحومه كامله الجيران للجيران لك عاد وسط الجيران على الاقل هنا الجيران يقول هنا حاجة النقار باهي يا الحق نتاع ربي مانيش <تصح> ماشي على على الذنوب ني ماشي عليك الحكليم هذاك الحج على الاقل تربجوا به فك كتمان الزدار فك الخطبه يبجلوني او الحاجيه والله تصدق شهرين كاملين نقرا في الفاتحه باش حبيت نعمل حتى الثوره غاديك مع بيت رب الناس كلها الثورة تهبط محلاها يا رسول الله هاك شب تعب هذا مش كاتبها لي رب ان شاء الله مناسب اخرى ونرجع نرجع شو عندي ما نعمل ترى هذا وقت مش عطاني المهم انت قدام الجيران ديما يا حاج اش اللي حاجه ما حتى ضربه ونقول حاجه كذبه وضايره اخويا نقول يا حاج جات في الحجه نتاعي هنا وحبست كل شيء اخويا نقول يا حاج علي حجه هذيك صحيحه يسلف المليون بمليون و200 حاجة هذيك علي اللي حال الكوشك هذيك يبيع في باقي الدخان اللي جاه ب 7000 حاجة هذيك باه يا سيدي مقولي. يديك ربي يا عجل باه يا حاج تو نحن شنو نقولوا يا حاج نقولوا حاج ماشي لي 5000 مش مشكله في هذه أه؟ كيفاش تو نعرفها تو الجيران مظل جايين دبر لك كيفاش 100 زمزم كيفاش نعمل لها هي ما جمش بها زمزم انت يا ودي مش الجنن والله العظيم اني مت من العطش ما لقيتش روحي ما جبت خلاص ما جبت شيء هات نعطيك من هنا 30000 خذ لي شويه بخور، اه واسمعني وكان لي طرف 100 ونحط شويه زهر خلي يعرفوه هو يزمتهم هم شربوه بكري تو طيب نمشي نعبيك بدون اه نعبيك بدون وعبيهم في الدبيس اه ما يطلعش من الصد نتاع بايك بشير تو لا 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 ليل شم فيه تو طيب اسمعني طيب. لعبها ما تخليش في الحشومي تو طيب هكا طيب. تو قلت لك نعبيك بدون ونركحك لموت تهنى والله كل واحد بيزن. يا أه؟ كل مره بايك لي والله الدبيزه قدك قدك الدبيزه شامخ في تونس صار طيب برا الموضوع هذايا مش نديك عليه وفتح الحكايه باهي خل نوصل نجيب لك الماء ونجيب لك البخورات ما نجيبليش موسونات؟ السوناد قبيّة, راي قبيه. هش بيه راه العباد الكل يشقوا بيه اش مو بيه موسونات؟ اش بيه موسونات؟ اش بيه؟ عندك يشقوا بيه اش مو يعمل موسونات؟ مو هي كان يجري كل شيء صحيح مولف صحيح مالح حس... هذا غير بالك مش اخويا زدت الحاجه كل عام باهي زدني 10000 باش نجيب لك نجيب لكم ماء معدني 13 باهي حلو هذه ماء معدني خذ ماء معدني ونحي نحي نحي الغلاف ونبدل الغلاف ونخرج كاع نروح يا خويا لك ربي يا جماعه خلينا نمشي نقرا برا جبتها نعطيك برا الفالي في الفالي اسمعي اه او جبت لك عباد التمر باهي على السنه والله يرحم والديها حجين يرحم والديها اقسم بالله في الشدة هاني القت لقيت هاني لقيت والباقي يا ليت سمعت كلامه وراني عملت المشروع اني مزروب على الحج مزروب على الحج ياك واش نعمل اللي صار صار على الاقل هاني الحومه تعرفني لاني حاج كل الناس يقول لك هذاك هو ني علاش ماشي ما ماشي على الاسم ها الناس كنت تعرفني لاني حاج كتب ربي كتب ربي هذاك هو يمشي الواحد تو يلزم يشوف الطبيب المخروق هنا عندي ضربه مشومه غادي دزوني ونشوف عيني الزرقاء هذ والله عيني نحس فيهم ضببه هذاك هو خويا دويرتي ولا توحشت دويرتي وقطاطيسي شويه القطاطيس هذاك راه عجاج والله يرحم والدي الحق نتاع ربي راه حط لهم الماكله يرحم السلام أه. عليكم سلام التوم ما نظفت بيسين شنو بيسين شبه مسخ مسخه مش كنت بعثك كعجاش تنظف بسين ليه مش ننظف عمل اشكون لا والله عاد هذه قلت له مسخ انت تعرف ايش قاعد تحكي انت معاك كنت تحكي شكون يا سيد معاك الحاج النقار حاج النقار اي الحاج الحاج في الحج مش على روحه شنو هذه كلام من عند عجيش الدار عجاش كاريلك اي نعم كاريلك الدار عجاج إيه كريتها من عنده ودي داري كيفاش يكري لك يهديك ربي هذا هو كليت من عنده شنو يا ودي انا راني النقار ماشي. الحاج مشيت عملت حج وما واحد التلفزه تلف والفريجيدير طاح كنت نلعب بالكوره طيحت الفريجيدير تلف الفريج تحرقت في داري في دارك هي يا ودي نقول للحاج الحاج في داري هو يقول دارك الله لا تربحك يا عجيج الله لا تربحك يا عجيج توني ماشي للحج ب 20 مليون باش نرجم الشيطان غادي والشيطان عايش بجنبي نسيب هنية الله لا تربحك يا عجيب